السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اصدقائي الطلبه والطالبات في هذه لا نوفيل سيري ديال لي فيديو واللي غتكون سور لا فوتومبيرومتري سيكليك. دونك ديجا في لي فيديو الفايتين هضرنا على لا فوتومبيرومتري اون جينيرال، هضرنا على لا بولاروغرافي وشنو هي لا ديفيرونس ما بين لا بولاروغرافي ولا فوتومبيرومتري. في هذا يعني لا سيري غندويو بالضبط على لا فوتومبيرومتري سيكليك، وغنحاولوا اننا نشوفوا لي نوسيون دو باز et le principe de cette méthode. Nous allons voir les équations qui caractérisent la voltage ampérométrique cyclique. Et à la fin, nous allons utiliser les exercices pour que nous assimilions et fixions les notions de cette méthode. Donc, on va commencer. Donc, nous allons commencer par une chose. تذكير صغير على لا فولتامبيرومتري اون جينيرال، داكشي اللي كنا شفنا في لي فيديو اللي من قبل، نحاولوا ناخذوا منه لي بوين اسونسييل اللي غيقدروا يخليونا اننا نبداو هذا لا فولتامبيرومتري سيكليك. اول حاجه بديت بها هنايا هي لا ديفينيسيون ديال لا فولتامبيرومتري. اول حاجه اش هي هاد لا فولتامبيرومتري؟ تو سامبلومون هي واحد لا ميثود داناليز، واحد الطريقه باش كنديروا لاناليز. علاش؟ بوغ ديتيكتي اي كاركتيريزي، باش اننا نلقاو ونعرفوا ولا نلقاو لي بروبريتي ديالاش ديال لي كومبوزي اوكسيدابل اي ريدكتيبل دون لا سوليسيون. ضروري انه الا بغينا نابليكيو لا نديرو لاناليز بلا فوتومبيرومتري، خص هادوك لي كومبوزي اللي بغينا نديرو لهم لاناليز يكونوا دي زوكسيدون ولا دي ريدكتور. سي افو دير دي كومبوزي الكترو اكتيف، نشيطين كهربائيا اللي يقدروا يكتسبوا لي زيليكترون او لا يفقدوا لي زيليكترون. متفقين؟ Le principe de base de la voltampérométrie est le suivant. Donc, on applique une tension et on mesure I. Donc, on peut appliquer, on peut faire le potentiel ou le jeu ou la tension ou mesurer avec le courant narige avec le potentiel qui est appliqué. Le montage qui est utilisé est un montage à trois électrodes. Donc, on a le bichère qui fait la solution, qui fait l'analyse ou le composé qui est déroulé l'analyse. تفقين؟ وبعدين كنستعملو 3 إلكترود. الإلكترود الأول يكون إلكترود دو ريفيرونس اللي كنعرفو كاملين، اللي بوتونسيال ديالو معروف، داكشي علاش كنستعملو كوم ريفيرونس كمرجع. المثال ديال الإلكترود دو ريفيرونس اللي كنعرفو كاملين هو الإلكترود دو كالوميل ساتوري. دوزيام إلكترود هو الإلكترود دو ترافاي، كيتسمى إلكترود دو ترافاي، وهو الإلكترود المهم لأن على لا سيرفاس ديالو فين كيطراو هادوك لي رياكسيون دوكسيداسيون إلى رياكسيون دو ريديكسيون، كيطراو على لا سيرفاس ديال هاد إلكترود دو ترافاي. لا تخوازيام إلكترود هو كيتسمى أن كونتر إلكترود أو لا أن إلكترود أوكسيليا، بمعنى إلكترود مساعد. غنشوفو كيفاش. Normalement, on applique une tension, yani on applique un potentiel. Donc, le potentiel qu'on applique, on applique au même l'électrode de référence ou l'électrode de travail. On peut dire par exemple 1 voltmètre. D'accord? Donc, même cette électrode de référence et l'électrode de travail, on applique avec le potentiel. Normalement, ماشي on applique pas un potentiel, on applique une différence de potentiel, un différent ديال الجهد. Donc, il y a le différent ديال الجهد. Donc, yani E ديال هذا ديال الالكترود دو طرافاي ناقص او ديال الريفيرونس. ديال الريفيرونس بما انه معروف مثلا 0 فولت، دونك نقدر نحدد هذا. دونك الدور ديال هذا غير باش انني نستعملو باش انني نعرف هاد البوتونسييل ديال هاد الالكترود دو طرافاي. متفقين؟ دابا قلنا اون فوا كنابليكي هذاك لا طونسيون كيكون عندي ان كورون كي سيركول. دونك الا كان عندي ان كورون، الكورون ما خاصش يدوز في هاد الالكترود دو ريفيرونس، لان الا مشى الكورون تادز في هذا الالكترود دو ريفيرونس اش ما غيطرا؟ البوتونسييل ديالو غيتشونجا، والا مشى البوتونسييل ديالو غيتشونجا، دونك ما بقيتش انا كنعرف البوتونسييل ديال الالكترود دو ريفيرونس، دونك ما نقدرش نحدد هذا الالكترود ولا البوتونسييل ديال هذا الالكترود دو طرافاي. دونك هذا فقد الدور اللي كيلعب. دونك اشنو كنديرو؟ كنديرو اون تخوازيام الكترود اللي الدور ديالو هو انه يعبر لو كورون يميزوري. ندير هنا ان امبيرمتر، دونك ايميزوري دونك لو كورون كي سيركول ما بين ليكترود دو طرافاي. دونك نقدر ندير هكا ما بين ليكترود دو طرافاي اي ليكترود اوكسيليير، يعني اللي كيكون لو كورون اللي عندك في السيركول. داكور؟ دونك هذا هو الدور ديال هذا. علاش هادشي علاش كيتسمى ليكترود مساعد؟ لانه الدور ديالو انه غير ايميزوري ليا لو كورون. علاش؟ باش ان لو كورون ما يدوزش ليا في ليكترود دو ريفيرونس. Donc, les trois électrodes qui sont liées à un potentiostat. Un potentiostat. Le potentiostat,
الضوء ديالو هو اللي كيتحكم في هذه العمليه ديال كنابليكي لا طونسيون وكيميزوري ليا اي. دونك هو فين كنقول فين كان فين كنغيكلي دونك داك البوتونسيال اللي غنابليكي. و دونك هو اللي يعني كيقاد ولا كيتحكم في هاد لي تخوا زيليكترون. متفقين؟ دونك هذا لو مونتاج ايتيليزي ملي كنستعملو لاناليز باغ لا فولتا امبيرومتري. دونك دابا الا اعتبرنا مثلا هذا الكترود دو طرافاي اللي قلنا الكترود دو طرافاي سور لا سيرفاس ديالو فين كيطراو لي رياكسيون دوكسيداسيون اي لا رياكسيون دو ريدكسيون. دونك باغ اكزومبل عندي واحد لا سوبستانس مثلا ان ريد واحد الريدكتور في لا سوليسيون غيجي دونك دونك لا رياكسيون غطرا سور لا سيرفاس ديال هاد الكترود ويعطيني لوكس وغيفقد لي زيليكترون. دونك الا قلت اولا الا قلنا سي اون رياكسيون دوكسيداسيون ريدكسيون se passe à la surface de l'électrode de travail, يعني il y a quand la réaction d'oxydation ou la réaction de réduction, يعني il y a un échange d'électrons. D'accord? Donc il y a un mouvement d'électrons, il y a un تحرك ديال لي زيليكترون. Une fois qu'on a un واحد le mouvement des électrons, اش كنستنتجو؟ كنستنتجو بلي ان un courant circule. تفقين؟ لان شنو هو الكورون؟ الكورون هو mouvement des électrons. Donc, بما انه عندي une réaction d'oxydation ou la réduction, عندي un échange d'électrons, واحد تبادل ديال الالكترونات. Donc, كاين un mouvement d'électrons هنايا. Donc, une fois qu'on a un mouvement d'électrons, c'est-à-dire directement, راه عندي un courant عفوا اللي غادي سيركولي. مزيان. Ou par convention, هادشي اتفقوا عليه, بلي كو ديسي لو كورون اي سوبيريور ا زيرو يعني اي بوزيتيف, كنقولوا عندنا اوكسيداسيون. ايسي لو كورون اي نيجاتيف, كنقولوا عندنا ريدكسيون. متفقين الاخوان؟ هادشي غير تذكير دونك ان رابيل كو نو افون ديجا فيو يعني في لي فيديو الفايتين. مزيان. دونك من بعد ما درنا هاد الغابيل دابا ندوزو نشوفو لا فولتا امبيرومتري سيكليك. دونك قلنا لو برانسيپ دو باز ديال لا فولتا امبيرومتري اون جينيرال هو كان ابليكي واحد البوتونسييل او وكان ميزوري داك لو كورون اي كي سيركول في لو سيركوي. متفقين؟ الخاصيه ديال لا فولتا امبيرومتري سيكليك شنو هي؟ هي انه هذا البوتونسييل او اللي كان ابليكي ماشي كان ابليكي واحد لا فالور اكزاكت, ماشي كنقول مثلا ان ابليكي واحد فولت ولا جوج فولت, لا. شنو كنديروا في لا فولتا امبيرومتري سيكليك؟ كنديروا سكون ابل ان بالاياج. دونك باش نفهموا اشنا هو البلاياج ولا المسح, البلاياج هو ماشي كنحدد واحد لا فالور مي اون فيت كندير. نعطيكم مثال, مثلا غندير البلاياج من ان فولت, هذا غير اكزومبل داكور, ل 3 فولت. سيتادير انه غندير واحد المسح, واحد البلاياج من واحد فولت حتى 3 فولت. داكور, ماشي غنابليكي غير واحد ولا جوج فولت ولا 3 فولت, لا, غندوز من واحد حتى 3, غندير ان بلاياج من 1 جوسكا 3. وكاينين جوج ديال ولا كنديرو جوج ديال لي بلاياج, كنديرو ان بلاياج الي وان بلاياج روتور. سافو دير كنمشي كندير البلاياج من واحد حتى 3, كندير عمليه المسح من واحد حتى 3, من بعد كندير ان بلاياج غوتوغ عاوتاني من 3, كنرجع لديك لا فالور انيسيال. باش نفهمو المهم نفهمو اكزاكت شنو هو هاد البلاياج. باغ اكزومبل بغيت انا ندير هاد البلاياج ديال هاد لابارتي في هاد السطورة هادي, داكوغ, هاد لابارتي بغيت ندير ليها البلاياج. دونك خاصني باغ اكزومبل نكبغي بهدا, دونك خاصني ندير البلاياج ديال هاد لابارتي. داكوغ, دونك ها هي لابارتي, دونك ها هو اللول ديال لانتيرفال, سافو دير لا فالور انيسيال باغ اكزومبل هي هنايا 1 فولت, ها هي لا فالور فينال ديال لانتيرفال. دونك نقول ليه دير لي البلاياج, دونك البلاياج غندير عملية المسح من واحد فولت حتى 3 فولت, دونك من هنا ديال الصبر حتى لهنا, دونك غندير هكايا. دونك ملي كندير البلاياج كاينه شكون ابيل واحد لا فيتيس دو بلاياج, شفتو واش غنمشي بالسرعة ولا غنمشي بشوية عليا. دونك كاينة واحد لا فيتيس دو بلاياج يعني بشحال نقول ليها اوتي بشحال خاصك دير البلاياج, واش واحد ميلي فولت باغ سكوند ولا 0.5 ميلي فولت باغ سكوند, بشحال غندير البلاياج. كتسمى عفوا البلاياج كتسمى اون فيتيس دو بلاياج. دونك قلنا غنديرو البلاياج من هنايا حتى لهنايا, دونك مثلا غندير البلاياج بهاد لا فيتيس هادي, كنمشي حتى لهنايا كتسمى ان بلاياج الي, وكنرجع كيتسمى ان بلاياج غوتور. متفقين؟ قلنا بلي ان البرانسيب ديال لا فولت امبيرومتري هي كان ابليكي واحد البوتونسيال كان ميزوري لو كورون. بالنسبه للفولت امبيرومتريك, الفولت امبيرومتري سيكليك كان يعني كندير ان بلاياج, سافو دير كيكون عندي واحد لانتيرفال كندير ان بلاياج الي يعني كندير عمليه المسح ديال هذاك لانتيرفال لالي, ومن بعد روتور كنرجع لو بوين انيسيال. ملي كندير هذا البلاياج هذا دونك ليكواسيون اللي كتكون عندي هي او كتساوي او اي ولا او زيرو بلوز او موان في فوا تي. هذه ليكواسيون ديال البلاياج. كيفاش؟ مثلا درت البلاياج وصلت لواحد لانستون تي,
داكوغ واحد لانستون مثلا 5 سكوند بغيت نعرف شحال البوتونسيال اللي ابليكيت في ديك اللحظه اللي هو هاد او ممكن يساوي دونك البوتونسيال ديال ديبار ديال يعني البوتونسيال باش بديت يعني لو ديال الانترفال ديالي يعني او زيرو مثلا هنايا 1 فولت بلس الا كنمشي لي بوتونسيال بوزيتيف الموان الا كنمشي لي بوتونسيال نيجاتيف بمعنى بلس في لالي والموان في الروتور متفقين دونك مثلا مشيت بلس فوا في في هي لا فيتيس باش كندير البلاياج دونك ضروري ملي كدير البلاياج خاصك تكون عندك واحد لافيتيس تقدر باش نعرف واش هاد البلاياج كنديرو واحد لافيتيس افيك اون تري كروند فيتيس ولا اون بتيت فيتيس دونك باغ اكزومبل هنايا كندير ان بلاياج دو 0.5 فولت باغ سكوند سافو دير شاك سكوند دزت 0.5 دونك بلوس 0.5 ملتيبليي باغ ديك او دي يعني ديك اللحظه اللي بغيت نعرف فيها البوتونسيال باغ اكزومبل او 5 دونك فوا 5 سكوند داكوغ وكندير الكالكول ديالي باش نخرج داك البوتونسيال في ديك اللحظه. دابا فهمنا علاش كيتسمى ولا علاش كتسمى لا فولت امبيرومتري سيكليك. كنمشي من 1 حتى 3 يعني من امبالياج الي ومن بعد كنرجع دونك لو بوان دو ديبار بحال هذا واحد السيكل متفقين. دونك هذه هي الخاصيه ديال لا فولت امبيرومتري سيكليك سيكو كنديرو امبالياج. دونك الا بغينا نشوفو لا فارياسيون ديال لو بوتونسييل اون فونكسيون دو تو كيكون عندنا الشكل بحال هكايا. دونك لو بوتونسييل مثلا الا خدينا هاد ليكزومبل هذا ديال 1 فولت جوسكا 3 فولت درت بلاياج دو 1 فولت جوسكا 3 دونك ها هو 1 ها هو انا بديت دونك حتى 3 والبلاياج كيكون ان بلاياج لينيير كما كتشوفو بحال واحد الداله خطيه يعني بدلاله هذيك لا فيتاس ديال باش كنبلاي يعني واحد يعني كيتغير بطريقه خطيه كما كتشوفوها هو. دونك مشى حتى 3 ان بلاياج الي من بعد ان بلاياج عاوتاني لينيير روتور حتى لو بوين دو ديبار اللي هي ان فولت وعاوتاني الي روتور وهكا. دونك جوسكا ماتنون سي كلير قلنا كنابليكي واحد البوتونسييل في لا فولت امبيرومتري سيكليك قلنا كنديرو ان بلاياج ديال لي في واحد الانترفال دو بوتونسييل باغ اكزومبل من هاد لو بوتونسييل حتى هاد لو بوتونسييل وكنميزوريو داك لو كورون ريزولتون وكنحسبو على واحد الشكل بحال هكايا اللي كنسميوه دونك ان فولتا اوموغرام ولا فولتا امبيروغرام. داكوغ دونك نحاولو نفهمو ولا نشرحو علاش حصلنا على هاد الشكل بالضبط. نفترضو باغ اكزومبل نفترضو بدينا من هنا داكوغ دونك من هنا بدينا ابليكينا البوتونسييل بدينا من هاد البوان حتى لهاد البوان غنقدرو نبداو من هنا لهنا ولا من هنا لهنا. داكوغ غالبا كيبداو من هنا لهنا انا بغيت نبدا من هنا لهنا داكوغ من هاد البوان اي وهاد البوان اف ديال البوتونسييل دونك هذا هو الانترفال دو بوتونسييل اللي ابليكي دونك فلاكس دي زابسيس كيكون عندنا البوتونسييل وفلاكس دي زوتوني كيكون عندنا لو كورون. دونك في الاول كتشوفوا دونك لو كورون الي تقريبا زيرو غالبا ما كيكونش زيرو كيكون عندي واحد التي كورون اللي كيكون ناتج كيتسمى ان كورون كاباسيتيف لان كيكون عندك الالكترود ياك انت كتابليكي عليه هذا مثلا الالكترود انت كتابليكي عليه مثلا واحد البوتونسييل فراه اون فوا كتابليكي عليه ذاك البوتونسييل دوك لي زيليكترون ديال الالكترود دونك كيتحركوا شويه على يعني نتيجه داك البوتونسييل اللي ابليكيتي غير كيتحركوا كتسميهم مثلا ان غيارونجمون ولا واحد ديزوردوني ديال لي زيليكترون ان موفمون ديال الالكترون. دونك داك ملي كيتحركوا ولا كيتبدلوا البلايص ديالهم كينجي عندو واحد الكورون صغير. انا فرضت ما كاينش هاد الكورون كاباسيتيف اللي كنسميوه دونك عندي الكورون ديبا نول داكوغ. بمعنى اش كيعني هاد الكورون نول يعني ما عندكش ان كورون كي سيركول في لو سيركوي بمعنى ما عندكش اون رياكسيون دوكسيداسيون ولا اون رياكسيون دو ريديكسيون متفقين مزيان. دونك كان عندي لو كورون نول سير حتى لهاد لو بوان بدا كيطلع اون فوا بدا كيطلع بهاد القوة هادي دونك طلع حتى الفوق سافو دير كو هنايا كاينة واحد رياكسيون داكوغ اوكسيداسيون ولا ريديكسيون. قلنا قبيله بلي ان سي لو بوتونسييل اي لي بوزيتيف كنقول اوكسيداسيون دونك الفوق كيكون اوكسيداسيون دونك هنا طرات عندي واحد لا رياكسيون دوكسيداسيون. رياكسيون دوكسيداسيون شنو هي؟ هي ريد دونك ريد كيعطيني اوكس بلس ان الكترون دونك هذه هي رياكسيون دوكسيداسيون. دونك يعني طرات عندي هاد لا رياكسيون هادي في لا سيرفاس دو ليكترون داكشي علاش لو كورون طلع لان كاين عندي واحد الموفمون ديال لي زيليكترون طلع حتى لهاد لو بوين الفوق ومن بعد تليميتا صافي يعني حبس يعني عندنا واحد لو كورون ليميت يعني ليطاب عندنا واحد ليطاب ليميتونت لي ليميتات ليا هاد لو كورون ومن بعد غنهضرو على هاد يعني شكون اللي كيليميتي ليا ولا ليطاب ليميتونت
ديال هاد لو كورون. دونك وصلت لهاد لو بوين هادي، دونك عاوتاني بدا لو كورون كيهبط، بدا لو كورون كيهبط، بمعنى ان لا كونسونطراسيون ديال هاد ليسبيس هاد الريد اللي كتحول ليا اوكس بلس ان الكترون، والتور ديال هاد الالكترود، لان قلنا لا رياكسيون كترا سوغ لا سيرفاس، دونك التور ديال هاد الالكترود بدات كتنقص، الى ديمينيي، دونك لا كونسونطراسيون a diminué autour de l'électrode de travail. هادشي علاش يعني ما بقاتش هاد لا رياكسيون بدات كتنقص، شي علاش لو كومونتا هو بدا كينقص، بدا كينقص جوسكا يعني هاد لو بوتونسييل ديال لا فا، يعني لو بوتونسييل اخر بوتونسييل في الانترفال فاش كنديروا البالاياج. من بعد هذا البالاياج الي، من بعد غنرجعوا بالاياج غوتور، هاني عاوتاني رجعت بالاياج غوتور مزيان، عاوتاني مشات دونك مشى لو كورون كيمشي للزيرو، لان ما عنديش رياكسيون دوكسيداسيون ولا ريدكسيون، مشيت حتى لواحد البوان هبط بالجهد، دونك عندي واحد الكورون داكوغ، ها هو الكورون عندي، دونك بما ان الكورون عندي دونك عندي عاوتاني اون رياكسيون سوا دوكسيداسيون سوا ريدكسيون، قلنا الفوق كتكون اوكسيداسيون والتحت دونك غتكون ريدكسيون، دونك هنايا عندي اوكس بلس دونك ان الكترون غتعطيني ريد داكوغ. دابا هاد الاوكس هذا عاوتاني جد هذاك لي زيكترون وتحول للريد ملي مشينا دونك ملي مشينا في البلاياج غوتور داكو، دونك مشى عاوتاني حتى لهاد ليطاب هادي، دونك قلت ليميتا عندي واحد ليطاب ليميتون، من بعد مشى الكورون كيهبط عاوتاني كيهبط، علاش كيهبط؟ يعني عاوتاني هاد الكونسونطراسيون ديال لوكس والتور ديال الالكترون حدا الالكترون، لان سيغ لا سيرفاس فاش كيطراو لي رياكسيون يعني لا كونسونطراسيون بدات كتنقص ما بقاش، داكشي علاش لو كورون بدا عاوتاني كيهبط كيمشي لا فالور كيمشي للزيرو. باش متفقين فهمنا هذا الشكل هذا. دابا نخرجوا منه لي كاركتيرستيك اسونسييل في هاد دونك في هاد الفوتامبيروغرام. دونك انطلاقا من هذا الشكل هذا كنخرجوا اربعه د الحوايج رئيسيه كاتري ليمون برينسيبو اللي كنخرجوا من هذا الشكل. اول حاجه هو لو كورون اي بي ا اللي كنسميوه لو كورون دو بيك انوديك. البيك علاش؟ لان هذه بيك ديما القمه بحال هكا كتسمى ان بيك، دونك هذا ان بيك. دونك انوديك لان قلنا هنايا الفوق كطرا لوكسيداسيون ولوكسيداسيون كطرا في لانود، اوكسيداسيون انوديك، دونك هادشي علاش سميناه لو كورون دو بيك انوديك. دونك كيفاش كنرسموه؟ دونك بما ان هاد البيك هادي جات من هنايا، دونك بدينا من هنايا عاد طلعات، دونك اشنو كنديرو؟ دونك كنرسمو دونك المماس ديال هادي قبل ما يطلع، ها هو داكوغ، وابخي كنجيو من البيك كنهبطو حتى لذاك حتى لهاد المماس هذا اللي رسمنا، دونك وكان هاد القيمة هادي اللي موافقه ليها في لانتونسيتي لو كورون، هاد لو كورون كنسميوه لو كورون دو بيك انوديك. واش متفقين؟ دونك الاولى هي لو كورون دو بيك انوديك. لا ميم شوز بالنسبه ملي يعني هبطنا لتحت، قلنا لتحت كتكون اون رياكسيون دو ريديكسيون ولا ريديكسيون كطرا في الكاثود، كنقولو ريديكسيون كاثوديك، دونك عاوتاني كنرسموها من البيك حتى دونك هادي جينا من هنايا دونك هبطنا من هنايا، دونك كنرسمو المماس ديالها هنايا، دونك كنجيو من القمة حتى المماس كنقولو هذا هو لو كورون دو بيك كاثوديك. متفقين؟ لو كورون دو بيك انوديك، لو كورون دو بيك كاثوديك. دابا لو بوتونسييل دو بيك انوديك، بما ان قلت هذا هو البيك انوديك ياك، دونك كنجي كنشوف البوتونسييل الموافقة لهذا البيك، ها هو دونك هذا هو فلاكس دي زابسيس، لان قلنا البوتونسييل كاين في لاكس دي زابسيس، دونك هاد لا فالور هادي هي لو بوتونسييل دو بيك سي با كاثوليك مي سي لو بوتونسييل دو بيك انوديك، لان الفوق قلنا لوكسيداسيون لوكسيداسيون انوديك، دونك هادي هي او بي ا، دونك هنايا هي او بي ا، دونك نقدر نكتبها. وبالنسبه لا ريدكسيون حتى هي من لو بيك حتى دونك لو بوتونسييل هنايا حتى لاكس دي زابسيس، دونك هاد لو بوان هادي هي دونك لو بوتونسييل دو بيك كاثوديك. دونك نقدر نكتب هنايا سي او بي، هنايا لوكسيداسيون دونك او بي ا، دونك هنايا او بي سي داكوغ. دونك هنايا عندي او بي ا، هنايا عندي او بي سي. واش متفقين؟ دونك ابارتيغ من هاد الشيما، ديما الا عطاك هاد الشيما هادي تقدر تخرج منها كاتر اليمون برانسيبو، دونك لو كورون دو بيك انوديك، لو كورون دو بيك كاثوديك، لو بوتونسييل دو بيك كاثوديك، اي لو بوتونسييل دو بيك انوديك.